عشت شويه انا مع الاغنيه وهنحب مين غيرها. ربنا ربنا يخلي بلدنا يا رب يا رب. اللهم امين. ده بيتنا اللي احنا عايشين فيه، ما عندناش حته نعيش فيها تاني. لما نيجي بنشوف الاحداث اللي بتحصل على مستوى العالم واللي حوالينا، يعني من فضل الله ان احنا عندنا جيش محترم وعندنا قيادات محترمه قدرت تحافظ على هذا الوطن والمصريين بوعيهم. والوعي دي انا نفسي افرد مع حضراتكم فيها حلقات، لانه يعني قضية الوعي دي قضية كبيرة جدا، ووعي في كل حاجة في كل أمورنا الحقيقة يعني. ومن خلال الوعي الدولة عملت جزء مهم جدا فيما هو قادم في التطور التكنولوجي والحياة اللي احنا بنعيشها. الرقم القومي بتاع حضرتك ده، الرقم الطويل 14 رقم ده، ده مربوط بيه حياتك، مربوط بيه حساباتك، مربوط بيه تحركاتك وانت بتسافر وانت بترجع. الكلام ده كله بقى مهم النهاردة. الدولة تقدر النهاردة تاخد حقها وتقدر تديك حقك زي ما حصل في جائحة كورونا، والعمالة اليومية داخلين في 2.5 تقريبا مليون، وهنعرف تفاصيل كتيرة جدا من أهل العلم بقى. خلوني ارحب بضيفتي وضيفة حضراتكم، برحب بالاستاذ دكتوره غاده محمد عامر، وكيل كليه الهندسه للدراسات العليا والبحوث بجامعه بنا. اهلا بحضرتك يا دكتوره، بتنورينا. صباح الورد. اهلا، صباح الخير على حضرتك. التحول الرقمي طول الوقت في التلفزيون، التحول الرقمي اللي مش هيعمل بطاقته هياخد غرامات، الكلام ده كله احنا عايزين نفهمه. واحنا دخلناه من امتى دكتوره غاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع التحول الرقمي بدأ من فترة، ولكن الناس بدأت تشعر بيه بعد ما بدأت تطلق المبادرات بشكل رسمي. بس نتعرف الأول إيه هو التحول الرقمي. احنا في عصر جديد وعصر متغير بسرعة باستخدام التكنولوجيا اللي حوالينا في كل شيء، اللي سهلت أمور وليها برضو مخاطر، ولكن الدولة متنبهة لده، هنتكلم برضو عنه. التحول الرقمي هو استخدام التكنولوجيا لتحسين حياة المواطن وتقديم أفضل الخدمات ومحاربة أي فساد أو منافذ لحصول فساد في المستقبل. فهي بتضمن ليك كمواطن أن أنت بتوصل لك كل أدواتك بالشكل الصحيح، بتقلل جدا الوقت المستهلك في تنفيذ أي إجراءات داخل الدولة، كمان بتوفر للدولة أنها تعرف احتياجاتك فتقدم لك خدمات استباقية. يعني مثلا من ضمن زي ما تفضلت قلت، لما أكتب بطاقة مواليد أو كذا بعد 5 سنين نتيجة أن أصبح في داتابيز، الدولة تقول لي خلي بالك أن أنت ابنك هيبقى فيه في مدرسة في المدارس المتاحة عندك في المنطقة دي كذا. هتوفر عندي وقت واختيارات. صح. كمان الحاجة التانية، لو أنا رحت مكان واتنقلت المكان تاني، فأنا عايز أنقل ولادي دلوقتي عن طريق الخدمات الاستباقية، لما أنا أسجل ان انا اتنقلت المكان الاخر طبيعي اوتوماتيك هيجي لي ان انت انقلي ولادك في المدرسه في مدارس فلانيه وفلانيه. فده هيدي سهوله جدا في المعيشه، كمان هيسهل جدا وصول الحاجات المستحقه لمستحقينها بالظبط، لان كل حاجه بقت مسجله وموضحه. بدل ما اروح 10 وزارات هسجل على النت وانا قاعده في مكاني محترم، من غير ما بقى اروح اجيب الختم وابقى فرحانه جدا، وبعد ما اوصل الاداره الاخرى اقول الختم مش واضح، لا ارجعي لمدام زينب في الحته الفلانيه. فالكلام ده مش هيحصل. بالظبط كده. بدل ما اخد اسبوع اجازه عشان انزل ارخص عربيه ولا اطلع شهاده ويرجع، بس انا بدفع مخالفاتي وبدفع الضريبه بتاعتي وكل الكلام دوت، وكمان بتوصل لي الرخصه لغايه البيت. تمام. والدوله المصريه بدات في ده مع خطه 2030 اللي اعلنتها، وقالت ان احنا عاوزين مصر رقميه مش بس تحول رقمي، ان التحول الرقمي هو استخدام الادوات التكنولوجيه لتسهيل وتقديم الخدمات للمواطن بشكل كفاءه عاليه جدا. طيب في بعض الناس يقول لك ايه، طب انا ايه اللي يضمنني انه انا في امان في سرية المعلومات دي؟ ايه اللي يضمنني ان انا محدش مراقبني؟ ايه اللي يضمن لي ان انا مثلا ما يحصلش اختراق لمعلوماتي وبياناتي؟ وده جزء مهم جدا الناس لغاية النهاردة، وانا متأكد بكلم حضرتك انه في ناس لغاية النهاردة ما عندهاش تليفون او السمارت فون او التليفون الذكي او ما الى ذلك، شايفين تليفون العادي. صحيح، دي حقيقة. هو فعلا على موضوع الاختراق ده موجود، وموجود في كل دول العالم مش بس مصر ولا الدول منطقتنا فقط، كل دول العالم فيها الكلام ده زي اي تكنولوجيا. لو انا استخدمتها صح هوصل مكاني، لو استخدمتها غلط ممكن تحصل لي كارثة. ولكن احنا عشان نضمن ده مصر اقامت زي وحدات خاصه للامن المعلوماتي، وهي بتضمن بحقوق يعني حسب القانون سريه المعلومات وضمان المعلومات انها توصل لمستحقينها في المكان الصحيح بالوقت الصحيح. جميل. فموضوع الاختراق لا، الدوله مامنه دوت، بس مره ثانيه مفيش دوله فوق انها ممكن يحصل لها ده. وارد، زي ما كان وارد ان حد يخش يسرق المعلومات الورقيه، ما كان وارد ده يحصل عادي. صح. جدا. بالعكس، ده المعلومات الورقيه كان ممكن يحصل فيها تسجيل ناس بالشكل الخاطئ ومفيش مراقبه. دلوقتي انت اي حد ممكن تسجله، ما ينفعش تسجله زي ما انت قلت حق من شويه، لازم اسمك الرقمي، بطاقتك القوميه، مين انت، وده كله متصل مع بعضه. صح. يعني ما ينفعش انا اسجل بطاقتين في مكان واحد، ممنوع دلوقتي. خلاص. صحيح. عربيتي متسجله ببطاقتي، ممكن كل شويه تجيلي رساله خلي بالك العربيه البطاقه هتخلص قريب، ما عادش ينفع حد اتنين يسجلوا. ما ينفعش ابيع لك شقه مرتين. صح. او ابيع لحد تاني. خلاص، انت بقيت البيانات متسجله. بالزبط. اول ما هتخش على الشهر العقاري هيطلع ان الشقه دي اتباعت لفلان. بس فانا فكده يعني موضوع الاختراق بالعكس انا شايفاه في الورقي كان اخطر ومؤذي اكتر جدا للمواطن المصري. دلوقتي لا،
لكن موضوع امن المعلومات ده امن الدوله شغاله برضو عليه، غير الفساد اللي بيحصل بقى بالزبط. ما بين بقى الاشخاص بينهم وبين بعض من رشاوي ومن تخليص ورق وما الى ذلك. وعشان كده الدوله المصريه في مبادره مصر رقميه مدخله الرقابه الاداريه في كل مراحل التنفيذ عشان تضمن ان يبعد مقدم الخدمه عن واصله الخدمه، بحيث انها تمنع التواصل وتضمن دائما ان انت بتقدم المستحقات الماليه بالشكل الصحيح في المكان الصحيح. تمام. وده هيسهل عليك جدا وتشعر بالراحه النفسيه. في جائحه كورونا شفنا الشواهد دي، احكيها لنا من فضلك يا دكتور. طبعا في ناس كتيره جدا كانت رافضه حكايه التحول الرقمي لاسباب كتير، الناس بتخاف من التغيير، ما بتحبش التكنولوجيا. اما الناس شافت ان الجائحه واللي حصل فيها وما كانش حد يتخيل ان الدنيا تقفل فجاه وما تعرفش تقدم اي خدمات مباشره، فجاب التحول الرقمي يقدم خدمات كتيره جدا منها التعليم. اصبح التعليم مستمر، ما حسيناش زي بعض الدول لان احنا كنا جاهزين والناس كانت معترضه على دوت. الدكتور طارق شوقي كان مقدم خدمات رائعه اشتغلت جدا اثناء الجائحه، التسويق الرقمي، ان انت تطلع بطاقتك، رخصتك، مخالفاتك وانت قاعد في البيت، فمنع الاحتكاك بين الناس وبين الـ 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 بعضها عشان خاطر نقل المرض. كمان الخدمات الطبيه، يعني انا بدات اسجل مثلا ان انت لو حاسس باعراض بتتصل تبلغ مثلا عندي اعراض 1 2 3، ده بيسجل معاك. فطبعا وجود التحول الرقمي ساعد الدوله جدا انها تتخطى المرحله الخطره في فيروس كورونا او الوباء اللي حصل الفتره اللي فاتت دي. صحيح. وخلى المواطن المصري يشعر شويه بالارتياح ان احنا مش معزولين، ده انا متواصل، بقدر اقدم خدمات، بتلقى تعليم، بشتغل عن بعد. يعني كتير جدا من الشركات لو ما كانش في موضوع التحول الرقمي في مصر والانفراستراكشر او البنيه التحتيه كانت مشيت، كانت مشيت ناس كتيره جدا. استثمارات يا جماعه بالارقام، ارقام ضخمه جدا جدا يعني. جدا. فانا قدرت احافظ على ان معظم الناس اللي بتشتغل اشتغلت من البيت. موظفين الدوله دكتور العلاقه بتاعتهم بالتحول الرقمي، يعني انا بشوف انه كل اول شهر بيحصل يعني اللي هو ايه اقبال بقى على القبض من ماكينات الاي تي ام وموجوده والكلام ده كله، ده كان في البدايه قوبل برفض الحقيقه. طب صحيح. ليه هنروح وليه هنعمل؟ النهارده بقت فلوسه في ايده، كل ما هيعوز هيروح يجيب الكلام ده. هي كمان الميزه انه كان في مصادر صناديق خاصه وصناديق مش واضحه، فكانت الناس بتروح لها الفلوس بالشكل الصحيح، يعني في ناس بتتظلم في الموضوع ده. دلوقتي لا، اصبح ان السيستم مراقب، كل الفلوس بتروح لمستحقينها، اصبح في وفره في جهات كتيره جدا بدون ذكر، يعني كانت بتدعي ان مفيش فيها فلوس، لما الفلوس مشت في الطرق السليمه المكشوفه قدام العالم كله فيها شفافيه، بدات الامور توصل بشكل افضل. كمان زمان حضرتك اتفضلت قلت الموظف اصبح دلوقتي مش شرط يروح حتى على الاي تي ام، هو ممكن يشتري اونلاين، يعني بعد الجائحه كتير جدا من المصريين البسطاء اشتروا عن طريق الاونلاين وقدر يتوفر كتير جدا. كمان بتقدر لو انت حتى ما عندكش حساب بنكي عن طريق الشمول المالي وكارت ميزه الجديد ده، تقدر يكون عندك استخدام كارت وتقدر تشتري وتبيع ويبقى انت عندك كل السيستم من غير ما تكون عندك حساب بنكي. يعني ما عادش محتاجين الضمانات البنكيه القويه قبل كده. فده هيوصل كتير جدا الناس انها يكون عندها خدمات، تقدر تعمل ستارت اب بزنس، لان البزنس كان محتاج في حاجه كمان للناس برضو اللي هي يعني كانت بتتعامل بجزء صغير من الفلوس، فلوسك مش هتضيع. صحيح. فلوسك انت صرفتها بتطلع بيان بكشف راحت فين لغايه اخر مليم عندك. صحيح. وده هيوفر لك كمان الحوالات من مكان، انا مثلا واحده ما عندي بزنس صغير ببيع حاجه بسيطه، بشتري مكان مثلا في المنصوره وانا في القاهره، اقدر يحور لي فلوس من غير ما نتقابل واروح بقى لا على كارت ميزه دوت تجي لي فلوس لحد عندي واشتري. نعم. بيها وابيع. نعم. فسهلت، وده هيفتح مجال كتير جدا. طيب. للافكار الابتكاريه والشركات الصغيره والمتوسطه. الناس بتسال يا دكتوره على انه مش هيبقى فيه فلوس، مش في ايدينا خلاص، ما بقتش موجوده، بقينا هنشتري بالابلكيشنز الموجوده وبنتحرك من خلالها. لما يحصل ده بيساهم ازاي في الاقتصاد المصري؟ تمام. هو مبادره كاشلس بيبرلس دي على مستوى العالم، يعني لا فلوس ولا اوراق، ده تحول عالمي ومش مش بكيف حد نقول مش هندخله، ده داخل يعني جاي خلاص العالم كله بيشتغل كده. فانا برضو عشان الناس ما تفتكرش ان دي حاجه مصر ماشيه فيها لوحدها، ده العالم كله متحول لده. مصر بدات المبادره دي من فتره، ومثل المبادره دي ان مش هيبقى فيه هدر في الاموال، عمليه التلاعب بالسوق المصري مش هتبقى موجوده لان شيء كل شيء هيبقى مراقب. موضوع الاوراق الماليه دي كان بقى الفلوس اتقطعت، ده ابسط حاجه، الفلوس ما اعرفش بتنزل امراض بتعمل مشاكل، هيبقى الكل سرقت بالظبط كده. وزي ما انت قلت ان انا هقدر ادرس حساباتي، كل شيء باين عندي على كشف حساب، الفلوس برضه اما تصرفها بتصرفها بسهوله، اما تطلع قدامك بستيتمنت معينه ان انت صرفت في الحته الفلانيه فده هيوفر. غير كده انها بتضمن الاقتصاد على فكره، كل 10% ده حسب تقرير يعني الجهات الدوليه في الاقتصاد، كل 10% معاملات بتتحول الكترونيه بتوفر حوالي مليار ونص دولار. مليار ونص دولار توفير. في ايه بقى؟
ان انت بتقلل جدا التحول من مكان لمكان. يعني انت التحول مثلا انا عايز اخد فلوس من مكان معين، فانا هركب مواصلات، هركب مواصلات وهنزل واروح اجيبها وارجع، هضيع وقت واروح اقف في البنك واروح في البنك وموظف البنك نفسه عليه فلوس، ممكن اخد فيروس واعيه بالظبط كده. صحيح. لكن ده كله بقى انت بتشيل كل الخطوات دي، الفلوس بتجيلي على طول وانا قاعده في البيت. فانت شلت بتاع البنك وشلت المواصلات وشلت البنزين وشلت التلوث البيئي. حتى الفتره بتاعه الكورونا دي كانت احسن فتره، ما كانش فيها تلوث بيئي، لان قل جدا استخدام المواصلات، قل جدا استخدام الحاجات اللي كانت عم بتعمل تلوث في البيئه، والناس حياتها ما وقفتش، ما وقفتش بوجود هذا هذه التكنولوجيا. طيب انا عندي هنا ارقام من فضلك وضحيها لنا. يعني بنتكلم على الاقتصاد الرقمي بيتراوح ما بين 4.5% ل 15.5% من الناتج المحلي للعالم كله. الرقم ده ممكن يزيد قد ايه لو قولناها بالارقام؟ 3.8 تريليون ل 13 تريليون دولار. الاقتصاد الرقمي زي ما قلت لك هو حاجه عالميه متحوله، متحوله نتيجه ان اصبح الناس بتبيع وتشتري على مستوى العالم كله الفتره الجايه عن طريق الكريبتو كرنسي اللي هي العملات المشفره. وده مش هيبقى حد قادر يقول لا عليه، لان ده هيبقى نظام دولي. ايضا وجود البلوك تشين اللي هي يعني التقنيه برضو موجوده، ودي من تقنيات الثوره الصناعيه الرابعه، انها تقدر يعمل لك سجل تجاري عالمي او سجل مالي عالمي، يعني تتحرك بيه على مستوى العالم. مستوى العالم عايز اجيب قرض من شركتك بالزبط. عندك بياناتك معلوماتك انت معروف، وبالتالي ده هيطلع خدمات جديده موازيه بقى للكلام ده كله، هتفتح سوق اقتصادي قوي جدا مع استخدام بقى الذكاء الاصطناعي، مع استخدام انترنت اوف ثينكس الانترنت الاشياء. الحاجات دي بتفتح تكنولوجيا، عشان كده الناس بتقول الوظائف هتختفي. انا بقول لك في وظائف كتيره هتختفي، لكن في وظائف كتيره مهوله هتطلع نتيجه استخدام الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والتحول الرقمي. يعني ده بيتوقف عليا انا كشخص بقى، ان انا اثقف نفسي في الجزئيه دي، ان انا اروح بقى وافهم القصه ماشيه ازاي. في ناس بتدرس ده النهارده، يعني عايز اقول لك مثلا انه من اثرياء العالم هم بداوا بالاونلاين. يعني هي دي بقى الفكره، ان احنا الاسواق العالميه دي كلها اللي هي موجوده على الاونلاين، طبعا مش هنقول اسماء. صحيح. لانها اسماء قويه جدا اصحابها يعني ثرواتهم بتعدي المليارات. هي انا بقول للناس دايما حتى الطلبه بتوعنا، احنا في العصر الذهبي، اللي مش هيقدر دلوقتي يعمل ثروه ويشتغل صح يبقى ملوش فرصه، لان مفيش بقى اي حد دكتوره اي حد. انت ما عادش حكايه الشماعات اصل الدوله اصل اهلي محدش بيمولني الكلام ده كلام ما عادش ينفع. انت ممكن وانت قاعد في البيت تشتغل على الموبايل ابلكيشن ونبيع بزنس وتعمل شغل كويس جدا كمان بقى، وده حاجه كويسه جدا. يعني انا ممكن ادور على كورسات اونلاين واتعلم حتى لو دفعت فلوس، لان ده استثمار في نفسي. صح. يعني بدل ما اشتري ساعه ولا موبايل بكام الف، احط 200 300 جنيه واتعلم كورس اونلاين هيفرق معايا. الدوله المصريه بقى كمان موفره تدريبات مجانا للشباب، في حاجه اسمها مستقبلنا رقمي، في حاجه اسمها تطوير الافريقيا والالعاب الجيمز ديت، 100,000 مبرمج في مصر للعالم العربي مصر عاملاها. تخش بس على مركز تنميه التكنولوجيا للاتصالات في مصر وتسجل اسمك وتخش تاخد دوره عالميه، لان مصر عامله اتفاقيه مع جهه عالميه في التدريب في 3 قطاعات رئيسيه. قطاع اللي هو علوم البيانات، وده شيء مهم جدا، في اللي هو تصميم المواقع اللي هي المواقع الالكترونيه، وفي كمان ازاي انت تقدر تعمل ديجيتال ماركتنج تسويق الكتروني. فانا دلوقتي قاعده بدل ما اقعد اشتغل على السوشيال ميديا وابص مين عمل ومين سوى، فرصتي اتعلم اركز انا بحب ايه واعمل منه ستارت اب. انا بقول احنا في العصر الذهبي، واللي مش هيقدر يكون شاطر للاسف هو مش هيكون بس خايب، هو هيندثر، لان مش هيبقى موجود بالظبط. التحول الرقمي والثوره الصناعيه الرابعه مش بايد حد فينا. احنا بنتحرك بسرعه الصاروخ، وزي ما انتم شايفين كده كل يوم بنسمع عن ابتكار جديد، حاجات جديده، الاله هتبقى جوجل اجسامنا الفتره الجايه، هيبقى عندنا قدرات غير، فاحنا لازم نستوعب ده. وانا بقول ان الخيال العلمي اصبح حقيقه علميه، ساينس فيكشن از فاكت ناو، يعني احنا ما فيش حاجه اسمها خيال علمي، موجود دلوقتي واحنا عايشين. كل الافلام اللي كنا بنتفرج عليها مصر مبهره بقت موجوده بالظبط، ومصر بقول واعيه لده، وفي مبادرات كويسه جدا من الدوله المصريه، بس انت خش دور على النت على ده. تعالي كده بالراحه برضو دكتوره، يعني ناخد كده بهدوء وبخطوات، مصر بتتحرك في ده ازاي، وخطه الدوله الاستراتيجيه نحو التطور التكنولوجي، قولي لنا الخطوات من تمام. هي في فكره جميله جدا الناس ما خدتش بالها منها، معظم الدول بتفكر في التحول الرقمي. ومعنى التحول الرقمي ان انا احول كل المنتجات اللي بتقدمها الحكومه في شكل رقمي مبسط وسهل ومراقب بحيث ما يكونش فيه اختلال. مصر عملت حاجه تانية اسمها مصر رقميه. مصر رقميه معناها ايه؟ ان مش بس هستخدم التكنولوجيا اللي جايه من بره عشان اسهل حياه المواطن، لا، مصر عملت مبادره انها تدرب الناس ازاي تستخدم التكنولوجيا. مصر وضعت استراتيجيه كامله ازاي نمشي خطوات في بناء الانفراستراكشر التحتيه عشان يكون عندنا ادوات تكنولوجيه تبقى مصريه 100%.
مصر عملت مبادرة زي مكان للمعرفة كبير اللي هي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة عشان تدرب، بدأت تبني جامعات تكنولوجية زي جامعات الموجودة في الذكاء الاصطناعي، مدينة التكنولوجيا، أكاديمية إنترنت الأشياء عشان صحيح. تضمن تطلع مدارس التكنولوجية. بس يعني إحنا مش هنكون مستهلكين للتكنولوجيا فقط، ده إحنا هنكون منتجين لأدوات التحول الرقمي. فدي استراتيجية أنا شايفاها بالنسبة لي تحول في مفهوم القيادة السياسية المصرية، إن أنا ما عدتش دولة مستهلكة لكن أنا دولة بدور على مكان ومقعد عالمي في النادي العظيم بتاع التحول الرقمي الموجود على مستوى العالم. يعني مش عارف اقول لك ايه، لانه النهارده احنا بنتكلم مع الناس بمنتهى البساطه جدا، انه ادي مصر وادي خطواتها، والاستراتيجيه بتاعت 2030 هي بتتحقق بخطوات ناجحه وقويه وفي وقتها. يعني من فضل الله علينا، اول ما ظهرت جائحه كورونا احنا شفنا حاجات ما كناش واخدين بالنا منها، صحيح، وقدرنا ان احنا نتحرك في ده. انا استاذنك بس في مثال انا بقوله للناس، يعني مثلا ابسط حاجه حكايه الرقم اللي بتحط عربيه، الشريحه بتحط عربيه دي، ناس كتير جدا قالت وقالوا لهم لازم تعملوها وناس كانت معترضه، انا بقول لك دي مصلحتك. يعني انا دلوقتي واحده اعرف حد في المرور هروح اشيل مخالفاتي، انت مواطن ما عندكش حد مش هتشيل مخالفاتك دلوقتي، مفيش اسمها الكلام ده، الاول ما بتاخد المخالفه بتروح لكذا جهه فما حدش يقدر يشيلها، فانت هتدفعها تدفعها. انت فعلا مش شايفها ان انت مش ما عملتش المخالفه دي، بتبعت بيرد عليك بصوره ان انت كنت في المكان، فانت اصبحت مطمئن ان انت فعلا عملت المخالفه. الفلوس اللي انت بتدفعها دي بجد، دي اللي انت عملتها. زمان كانت كنا زمان كانت الرقم ممكن يبقى غلط، واشمعنى انا وفلان ده شال مخالفاته فدلوقتي الكلام ده. فانا بقول لك انا كمواطنه لما اشعر ان هي عليا وعليك وان انا بدفع فعلا وبيجي لي المردود الاقتصادي بتاع الكلام ده، انا بشعر بالمواطنه اكتر وبشعر بالراحه. وانا بقول مره تانية في فرصه كويسه جدا، بس احنا طيب انت كلمتيني عن الاقتصاد طب الامان بقى بتاعي ايه؟ الامان في ده، ما هو ايه الامان في ده؟ الامان ان انت اصبحت دلوقتي ان انا سرعتي مراقبه على الطريق، فهضطر امشي بشكل زي ما الطريق قايل امن، فده حفاظ على الارواح وهيقلل طبعا الحوادث. جدا الحوادث احنا عندنا كانت ارقام الحمد لله، الارقام في نزول طبعا بعد كده. المشروعات القوميه الكبيره اللي بيقوم بيها سياده الرئيس الحقيقه، يعني كل التحيه والتقدير للقائمين على المشروعات دي، حاجه تفرح القلب. صحيح. النهارده بقينا يعني بنتفاجئ انه المشروع بيفتتح. صحيح. زمان كان بيقول لك هنعمل. صحيح. النهارده احنا بنشوف الانجاز على الارض. صحيح. مبادره 100,000 مبرمج دي برضو بالمناسبه عشان حكايه التحقيق، كانوا عاملين حساب سنه تكون 100,000 شخص فيها مبرمج. احنا خلال 6 شهور كان في 40,000 شخص. يعني حققنا انجاز ان احنا نعمل مبرمجين مصريين يكونوا اوت سورسنج لبره. يعني احنا كمان هنخلي الشباب بتاعنا وهو قاعد في بيته بدل ما يسافر وينتقل وممكن يشعر بالغربه وتحصل مشاكل الانتقال دلوقتي او الدول بترفض تعمل انتقال ليهم، يشتغل وهو قاعد في مصر في بيته. يعني في حتى مبادره اسمها شغلك من بيتك. فالفكره ان احنا يعني انا شايفه التحول بيتم بسرعه. حضرتك قلت الامان، بالنسبه لنا الامان في امور عديده. يعني الامان مثلا هنقول في الامور الطبيه دلوقتي اصبح ليها سجل طبي، لما اروح اي مستشفى بالرقم القومي المفروض بقى بعد التحول الرقمي هيطلع كل الحاله، مش يدوني دواء وانا ما عرفتش اتكلم مثلا اقول لهم ان انا عندي حساسيه من الدواء ده، كله متسجل عندي. متسجل فده طبعا. هيضمن لي لا قدر الله مثلا انا بستخدم عندي حاجه مشكله في السكر او القلب، انا متصله عن طريق الانترنت بالدكتور بتاعي لما يحصل اي مشكله ابعت له على طول، او حتى في بقى اللي هي الساعات الجديده صحيح هتبقى تعمل لي ارسال كمان. فالتحول الرقمي ده هيضمن الامان للشخص. ومره ثانيه بالنسبه للامن السيبراني، مصر بتبني منظومه الامن السيبراني قويه جدا بايدي اولادها، لكن الوقت بياخد شويه معانا وقت. الامن السيبراني ده اللي هي امن المعلومات، امن المعلومات ده بتاعك، يعني معلوماتك محفوظه متامنه محطوط لها يعني ارقام سريه قويه جدا، صعب الاختراق. معمولها كمان تشفير قوي جدا. مصر عملت البروتوكول التعاون دوت مع اكتر من دوله. صحيح. الامن السيبراني صحيح. وعندنا كمان دلوقتي تدريب شبابنا، يعني احنا مش بس بنعمل مع خارجين، احنا بندرب وعندنا اساسا يعني منظومات متخصصه في حكايه الامن المعلومات بتبني اولادنا. وده ميزته ان احنا في عصر ما عادش في وزاره لوحدها بتشتغل، يعني ما عادش وان مان شو، الوزارات كلها داخله مع بعضها، يعني وزاره الاتصالات مع وزاره الداخليه مع الرقابه الاداريه. صحيح. مع وزاره التربيه والتعليم مع التعليم العالي. فده خلى المنظومه متكامله، هو ده الصح. لان انا ما ينفعش اعمل برنامج واشتغل في جزر منعزل. دلوقتي حتى تلاقي الوزير واقف قدامه 6 وزراء بيتكلموا ويتناقشوا، ما عادش واحد بيشرح موضوع لوحده. صحيح طبعا. ودوت خلى فيه ابتكارات تكنولوجيه كتيره تبدا تبان، خلى احنا في التعليم العالي مثلا. خليتينا انا مركز معاكي جدا دكتوره غاده، بس خليتينا اقول طب هو فاضل ايه بكره؟ ممكن ايه اللي يحصل؟ لا. او ايه الاحلام بتاعت بكره؟ ما هو بكره التغير مره ثانيه. احنا يعني ده في تقرير بيقول ان وظائف الطلبه اللي في ابتدائي 65% ما حدش يعرفها لحد دلوقتي. وظائف الطلبه اللي في ابتدائي 65% منها ما حدش يعرفها. فده احنا داخلين على مرحله جديده، فمصر بتستعد انها تبني عقول
عندها مرونه في التفكير بحيث اي تغير تكنولوجي يحصل نكون قادرين على التعامل معاه، وده اللي الدوله بتعمله دلوقتي. طب. وانا شايفه ده حتى في الضغط علينا في الجامعات ان احنا نتعامل مع الطلبه بالاسلوب الجديد ده بالاونلاين والتعليم الهجين. طيب كويس ان احنا خلاص يعني النهارده اول يوم الدراسه الرسميه في مصر، وابتدت الناس تروح مدارسها، وبكره طبعا الحد لانه في مدارس قافله للسبت، هيبقى في تكدس ضخم جدا. وانا بشوف انه الاهالي بتسال يا دكتوره هو احنا ولادنا فعلا هيستفيدوا من الاونلاين ده؟ طب انا اسيطر على ابني ازاي؟ طب انا اقعده ازاي؟ كان الاول بيروح فصل ومدرس واقف وخايف والناظر والكلام ده كله، النهارده انا بديله المسؤوليه انه يعتمد على نفسه. في اهالي كتير مش عارفه تاقلم ولادها على ده، نعمل ايه بصفتك بقى؟ هاخد الحته الاكاديميه بتاعت حضرتك يعني. انا بطلب من الاهالي تحط في دماغها ان احنا اجيال مختلفه. الجيل الجديد شاطر جدا في التعامل مع الانترنت، وعنده التزامات، لو عنده فيلم او حاجه بيتفرج او جيم هتلاقيه داخل في وقته وعارف الكلام ده. صح. التعليم دلوقتي اصبح بشكل الجيمز، بشكل انتر اكتف، يعني في تفاعل والطلبه بتحب ده، بدليل ايام الامتحان انا ولادي نفسهم كان اوبن بوك واوبن كل حاجه، بس الفكره الطالب مش بيمتحن سؤال في درس، ده السؤال شامل 4-5-6 دروس مع بعضها، فلازم يفكر بطريقه مختلفه مهما انت قعدت تمليه، اذا هو مش فاهم المعطيات دي كلها مش عارف يجاوب على السؤال. الافلام المعموله على بنك المعرفه الطالب بيحب يتفرج، ما عادش بقى مدرس ويشرح له الكلام ده. كمان دلوقتي عمليه الاونلاين، هو الدرس هيبقى اونلاين لكن في حضور وانصراف، يعني في شاشه في كلام. صح. فهي عمليه المراقبه موجوده، المدرس واقف وشايف انت موجود ولا لا. وبعدين بقى بقت الكفاءه على التاسك اللي المدرس بيديها له، يعني ما عادش ان انا قاعد في الفصل ونايم ولا مشغول وقاعد برسم، لا انت لازم تكون مركز جدا، مركز عشان هترد، عشان هترد على سؤال وفيك. فهو احنا كده بنطلع كواليتي مش كوانتيتي، يعني مش اعداد ناس قاعده في فصل. صحيح. انت بتطلع ناس بتبقى مختلفه. فانا بس بقول للاهالي ادي الطلبه فرصه، شجعهم، ما تتنكش انت تشتكي، لان انا كأم لما اقعد اقول نظام فاشل طب تعالي بقى معلش يعني احنا اجيال مختلفه. صحيح. يعني معلش. صح. يعني في جيل ملوش علاقه بالتكنولوجيا دي خالص ولا يعرفها. صحيح. يعني وامهات الحقيقه كتير جدا يعني هي علاقتها بالتليفون ان هي بترد على التليفون. صحيح. هتتعامل ازاي مع التكنولوجيا دي؟ انا بس هي تسيبه لان هو عارف وعارف هيتعامل، وهو الطالب هيلاقي نفسه اذا ما مشيش مع المدرس للاسف هيواجه مشاكل كتيره جدا. انا بقول للاهالي بس بطلوا شكوى. سيب الطالب، الطالب هيعمل شغل كويس جدا، هتلاقي ابنك، لان التعليم هيبقى موجه لافكاره الابتكاريه، هو جيل مختلف عننا تماما. الجيل ده ما عادش يتقبل الخدمات التقليديه ولا الافكار التقليديه، هو عاوز دلوقتي وقاعد في البيت يعمل كل حاجه ويخلصها، هو بيعرف ده، وكل وحتى اللي مش متعلم بيعرف سن صغير بالزبط. طالما اديته التاب او التليفون هو. وانا بقول ان الدوله انا نفسي اتفرجت على افلام بتاعه اللي عملها بنك المعرفه، افلام جميله جدا لشرح الفيزياء والكيمياء بشكل سهل جدا. الطلبه حابه تتفرج عليها، يعني فندي سيبيه بس ما تقلقيش عليه، وشوفي النتيجه على اخر السنه تبقى عامله ازاي. اللي هو توصيل المعلومه بشكل مختلف وسهل جدا ويخاطب عقله بالزبط. لانه الاجيال دي اختلافاتها وتفكيرها غيرنا خالص. تمام. يعني نورتينا دكتوره غاده كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه جرعه تفاؤل كبيره اديتها لنا الدكتوره غاده، يعني بنتكلم على انه الحياه القادمه هي حياه اسهل، بس علينا احنا ان احنا نتحرك تجاه هذه التكنولوجيا، ما نخافش منها، هنتعامل معاها زي ما شفنا انه الدوله عامله كل الجهود للحفاظ على معلوماتك وامنك، ده جزء يعني اصيل جدا في مهمه الدوله المصريه. مصر بتتحرك لقدام فعلا في كل المجالات. شكرا جزيلا لحضرتك دكتوره غاده، نورتيني. الله يخليك. بعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي ايضا بعقولنا المصريه واحد مخترعينا، وهنتعرف عن قرب عن اختراعه وهيفيد في ايه، ولو مصر قدرت تتبنى مثل هذه الاختراعات احنا ممكن نعمل ايه ونواكب العالم ازاي. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. فاكر وانت صغير حلمك كان عن ايه؟ دلوقتي حقق حلمك اوعى تأجل فيه.